السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية، وهذه هي العناوين. المملكة الأولى عالميا في تصدير التمور بقيمة تجاوزت مليار ريال، والموانئ السعودية تواصل ريادتها عالميا. في إنجاز سعودي جديد، 13 جائزة عالمية لطلاب وطالبات المملكة في آيتكس في ماليزيا. الجمارك تحبط محاولات ثلاث لتهريب أكثر من 18 كيلوغراما من مادة الشبو والمخدرة. وفي نشرتنا، هاكاثون البيئة يتوج الفائزين بالابتكارات الذكية في المجال البيئي. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة السيدة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. أعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برقيتي التهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. عرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. حققت مواني المملكة الصدارة بين 370 ميناء عالميا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثانية، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة المواني التشغيلية وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021 الذي يصدر عن البنك الدولي. وقد كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وقد عقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمضي قدما نحو تطوير موانئ المملكة البحرية وتنمية البنية التحتية وزيادة كميات المناولة في هذه الموانئ السعودية. وصلت المملكة صدارتها عالميا في صادرات التمور من حيث القيمة، ووفقا لما أعلنه موقع تابع لمركز التجارة العالمي فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور مليارا ومئتين وخمسة عشر مليون ريال. وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء وفي مقدمتهم المزارعين. وفقا للإحصائيات الرسمية فإن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة يبلغ ما يقارب 7.5 مليار ريال، فيما يبلغ عديد النخيل أكثر من 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم. هذا وتطور هيئة تنمية الصادرات السعودية مساعيها المستمرة لرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين وتشجيعهم للوصول للأسواق العالمية، ومن ذلك إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها.
يأتي البرنامج ضمن جهود الصادرات السعودية في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في تلك الأسواق ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية 2030. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير عام تطوير المصدرين في هيئة تنمية الصادرات السعودية ياسر سبالي. أهلا بك أستاذ ياسر، ما هي الحوافز لهذه المنشآت الوطنية للدخول للأسواق العالمية؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، شاكر لكم الفرصة. برنامج الحوافز هو برنامج يساهم في مساعدة الشركات السعودية وتخفيف المصاريف والتكاليف عنها لوصول الأسواق المستهدفة. طبعا موجود حاليا 9 حوافز تمت بعد دراسة السوق ودراسة متطلبات الشركات والتزامات المملكة في منظمات التجارة الدولية. في 9 حوافز تم إطلاقها الآن. واحدة بداية الحافز التسويق، وهو حافز يساعد الشركات في حملات التسويق والوصول للأسواق المستهدفة أو حملات في الأسواق المستهدفة بتقريبا حافز يصل إلى 200,000 ريال. كذلك يوجد حافز للمشاركة في المعارض الدولية يوصل إلى 250,000 للاختراق الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض ذات الصلة للشركات المهتمة. كذلك يوجد حافز عن الدراسات التصدير والدراسات المتخصصة بمبلغ يصل إلى 255,000. كذلك يوجد حافز تسجيل المنتجات، وهذا أحد الحوافز المهمة تساعد الشركات والمصانع والمنشآت السعودية بتسجيل منتجاتها في الدول المستهدفة. كذلك هناك حوافز بالشهادات المتخصصة مثل بعض الشهادات الآيزو أو الشهادات التي تساهم في رفع قيمة المنتج نغطيها إلى 55,000. كذلك الدورات والشهادات المتخصصة في مجال التصدير نغطي الدورات بمبلغ يصل إلى 50,000. كذلك زيارة المصانع والمهتمين للشراء من المنشآت السعودية نغطي تكلفة الزيارة إلى 50,000. وكذلك قيمة استشارات قانونية متخصصة سواء في قضايا في الأسواق المستهدفة أو تسجيل علامة تجارية أو حتى الاستشارة القانونية لفهم القوانين الأسواق المستهدفة تصل إلى 100,000 ريال. كذلك وأخيرا وليس آخرا التسجيل في المنصات التجارة الإلكترونية بحيث نعطيهم فرصة أكبر للوصول لأكبر شريحة ممكنة بحافز يصل إلى 55,000 ريال. ولكن ما هي أبرز تلك الصادرات التي تنافس المنتجات النفطية؟ أبرز الصادرات اللي موجودة الآن طبعاً إحنا نعمل ضمن منظومة الصناعة وضمن منظومة كاملة تساهم في رفع الصناعة والصادرات السعودية. نتكلم المنتجات السعودية الحمد لله وصلت إلى أسواق بعيدة، فعندنا منتجات مواد البناء، منتجات المواد الغذائية، منتجات التعبئة أو التغليف، والمنتجات الاستهلاكية. الحمد لله منتجات السعودية صاحبة تميز وجودة في الأسواق، وصلت إلى الأسواق الأوروبية، الأمريكية، الأفريقية، في أسواق كثيرة صارت تنافس حتى المنتجات الأوروبية وخذت من مكانها. فإحنا نعمل ضمن منظومة الصناعة وضمن منظومة كاملة لتنويع الاقتصاد. فالآن هذه بعض المنتجات اللي تم ذكرها، وكذلك هناك توسع قادم بالعمل مع شركائنا في وزارة الصناعة والجهات الأخرى بحيث أن كل هذه الصناعات. طب ياسر، ماذا عن الأرقام؟ ما هي الأرقام التي حصلت عليها المملكة من صادراتها؟ الأرقام بالنسبة مالياً نتكلم عن برنامج الحوافز. الأرقام الأثر الغير مباشر والغير مباشر من الحوافز اللي تم صرفها إلى الآن يمثل تقريبا 35 مليون ريال عائد على الاقتصاد السعودي. 35 مليون؟ أتكلم فقط عن برنامج الحوافز ولا أتكلم عن كل التصدير. التصدير يمكن لو تم ظهرت نتائج الربع الأول كان في ارتفاع مقارنة بالربع الماضي السنة اللي راحت. الصادرات السعودية الغير نفطية الآن قاعدة في نمو متسارع ومضطرد مقارنة بالتقارير ظهرت عن نفس الفترة من السنة الماضية والسنة السابقة. ياسر سبالي، شكرا جزيلا لك. سجل قطاع السياحة في المملكة ارتفاعا وصل إلى أكثر من 63 مليون زائر خلال عام 2021، فيما حلت المملكة الثانية عربيا في تقرير السياحة الدولية. حلت المملكة الثانية عربيا في أحدث تقرير عن السياحة والسفر والصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كأكبر قفزة في التصنيف.
فيما كشفت مساعدة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود أن المملكة سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021 بعد إطلاق استراتيجية السياحة الوطنية في 2019، حيث بدأت المملكة ب 41 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية، حتى أصبحت المملكة الآن بين أفضل 10 دول في بيئة الأعمال والسفر والسياحة. وبالتزامن مع هذا التطور اللامتناهي في قطاع السياحة في المملكة، تقترب قطر من استضافة كأس العالم 2022، مما سيصاحبه إقبال كبير في الفنادق والشقق السياحية للمناطق المجاورة وخصوصا على محافظة الأحساء، حيث تشهد أسعار الفنادق والشقق السكنية ارتفاعا هائلا مع تزايد الحجوزات، ما يجعل من الأحساء فرصة استثمارية وسياحية للعابرين والمقيمين خلال موسم المونديال. ولا زلنا في أخبار الإنجازات الوطنية، ففي إنجاز جديد حقق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ITECS 22 في ماليزيا 8 جوائز عالمية في المجالات العلمية، منها 6 جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين في مجالات علمية مختلفة، من أبرزها مجال الأتمتة والعمليات ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة في مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة، فيما حصلت طالبتان سعوديتان على جوائز خاصة من معرض ITECS على أفضل ابتكار، كما فازت طالبتان أيضا سعوديتان بجائزتي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع. ومعي مدير عام الإدارة العامة للموهوبين في وزارة التعليم الدكتورة جواهر اليوسف. أهلا بك دكتورة جواهر. هذه الإنجازات تتواصل، بالأمس القريب كنا في جوائز، فزنا بجوائز في أولمبياد آيسي في ولاية جورجيا الأمريكية، وبعدها جوائز أخرى في أولمبياد آسيا والباسيفيك، اليوم جوائز أيضا في معرض ITECS. سؤال، كيف تحقق لطلاب المملكة هذه الإنجازات المشرفة؟ أهلا وسهلا. الحمد لله، طبعا احنا اليوم نعيش فرحة وطنية عامرة من خلال إنجازات المتتابعة لهؤلاء الطلبة الموهوبين الموهبات السعوديين الذين طبعا شاركوا في هذه المحافل العلمية بالمشاريع النوعية. طبعا الطلاب يحظون الحمد لله برعاية من حكومتنا، حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذه امتداد طبعا لرؤية المسيدي ولي العهد رؤية 2030 اللي طبعا تصب في تنمية الإنسان وصناعة المواطن المنافس عالميا. طبعا هذه المعارض هي معارض عريقة تهتم بالبحوث والمشاريع الطلابية، طبعا هم يمرون بفلترة من خلال يعني لجان تحكيم ومعايير أيضا تحكيم، وبالنهاية طبعا يعني يحصدون ويخطفون الجوائز الحمد لله. طيب دكتور جواهر، ماذا عن هذه الجوائز التي حققها الطلاب والطالبات، يعني في أي المجالات وما هي آليتها؟ الحمد لله احنا السنة هذه حققنا 6 جوائز ذهبية واثنين فضية ومجموعة من الجوائز الخاصة، وأيضا تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع. مجالاتها طبعا مثل ما ذكرت هي في الأتمتة العمليات والتقنية الحيوية والصحة والمواد وتقنية المعلومات، فهذه طبعا هي مشاريع الآن تنتظر حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ورجال الأعمال أصحاب رأس المال الجريء لطبعا الاستفادة منها واحتضانها. طيب كيف الوصول أو يمكن للطلاب السعوديين والطالبات الذين يتابعون الآن هذه الإنجازات المشاركة في مثل هذه المعارض والحصول على هذه الجوائز؟ يعني ما هي الاشتراطات؟ ما هي الوسائل؟ أنتم في إدارة مختصة بالموهوبين في الوزارة، ولكن الطلاب يتساءلون كيف يمكن الحصول على هذه الفرصة؟
ممتاز. حقيقة وزارة التعليم تقدم دعم واهتمام وسلسلة من الخدمات، بداية من الكشف عن الموهوبين وصولا إلى الرعاية اليومية المدرسية من خلال برامج إثرائية أو خدمات التسريع أو أيضا فصول ومدارس الموهوبين، بالإضافة للشراكات مع الجامعات المحلية لتعزيز برامج التلمذة. أو أيضا لدينا طبعا في وزارة التعليم معارض إبداع التي طبعا تحظى باهتمام ومتابعة من معالي وزير التعليم. هذه المعارض الدورية هي الفلتر طبعا لهذه المشاريع، يشارك فيها الطلاب ومن ثم طبعا يعني يمرون بمجموعة من المرشحات حتى يصلون لهذه المحافل العلمية. أخيرا ماذا ينتظر هؤلاء الفائزين بعد وصولهم إلى المملكة؟ ينتظرهم الكثير من الدعم من يعني القادة في وزارة التعليم، وينتظرهم الكثير من الاهتمام إن شاء الله من المنظمات والشركات المهتمة بتعزيز منظومة الابتكار في المملكة العربية السعودية. دكتور جواهر اليوسف، شكرا لك ونبارك للوطن هذه الإنجازات. أيضا توج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في ختام هاكاثون البيئة والذي استمر لأكثر من شهرين بمشاركة أكثر من 200 فريق. قد أحرز فريق دورها المركز الأول عن مشروعه الذي تقوم فكرته على تسهيل عملية التواصل بين المستخدم وشركات إعادة تدوير بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما حل فريق عين الحمى في المركز الثاني عن مشروع بناء نظام للتصدي للأخطار التي تواجه الحياة الفطرية وتنظيم ومراقبة المحميات، بينما احتل فريق أجاج المركز الثالث بمشروع توظيف إنترنت الأشياء في تسهيل عملية الرقابة على حالة المصبات. أهلا بكم. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولات ثلاثة لتهريب أكثر من 18 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة في منفذي البطحة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث عثر عليها مخبأة في إرساليات ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر تلك المنافذ. أوضحت الهيئة أنها أحبطت في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تهريب ما يقارب 7 كيلوغرامات من مادة الشبو في منفذ البطحة، وأحبط التهريب أكثر تقريبا يقارب 2 كيلوغرام من مادة الشبو عثر عليها مخبأة حول جسد أحد الركاب، كما أحبط التهريب أكثر من 10 كيلوغرامات من المادة نفسها مخبأة في شاحنة تحمل إرسالية سيراميك. وأشارت الهيئة إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط وضمان القبض على المستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وأنه تم القبض فعلا على المتورطين وعددهم 3 أشخاص. المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية هي بإذن الله جاهزة ومستعدة دائما لكشف مثل هذه المحاولات وإحباطها مهما تعددت الطرق والوسائل المستخدمة للتهريب. فالهيئة تدرك تماما أن بلادنا مستهدفة في مقدراتها، وبفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من لدن حكومتنا الرشيدة فإن جميع المنافذ مهيئة بإذن الله بالتقنيات الأمنية التي تساعد في كشف محاولات التهريب، إلى جانب الكوادر البشرية أيضا التي تتمتع بقدرات كبيرة وخبرات واسعة في هذا المجال. كما نسعى دائما في الهيئة إلى توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب. نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ورشة عمل تحمل عنوان المركبات ذاتية القيادة في المملكة بين الواقع والمأمول. عرضت فيها الوضع الحالي والتجارب الدولية المطبقة في هذه المركبات ذاتية القيادة ومناقشة استخدامها في المملكة من حيث المكان المناسب لتجربتها. وعبر وضع خطة أولية للتطبيق التجريبي يحدد من خلالها المتطلبات الأولية والجهات ذات العلاقة. تؤكد العمليات الميدانية للدفاع المدني أهمية أجهزة كشف الدخان وأثرها الكبير في تقليل نسبة الحرائق، وهي أحد العناصر الأساسية في تصميم الوحدات السكنية. المزيد في هذا التقرير. تفتقر كثير من الفلل السكنية عند تصميمها تهيئة مكان لطفاية الحريق وجهاز كاشف الدخان، ويرجع ذلك إلى غياب الوعي عند بعض أفراد المجتمع بمخاطر الحريق،
وتشير آخر الإحصائيات المعمولة في المنطقة الشرقية أن حوالي 12% من العمليات الميدانية للدفاع المدني كانت جميعها تخص إخماد حرائق في الوحدات السكنية، مع بلوغ أعداد الإصابات إلى 290. إن طفاية الحريق ما تتعادل قيمتها أكثر من 200 ريال، أجهزة إنذار الحريق لوحدها الجهاز لوحده ممكن يكلف 150 ريال، فلو نفترض أن شخص عنده فيلا سكنية يكلفه أكثر من 1,000,000 ريال، الجهاز إنذار الحريق في الفيلا بالكامل ما يكون أكثر من 1% من تكلفة البناء. ينصح المتخصصون في السلامة بأهمية وجود طفاية واحدة على الأقل في المنزل، مع مراعاة تصميم مكان أدوات السلامة دون إخفائها حتى لا يصعب الوصول إليها في الأوقات الحرجة، بأنهم على الأقل يضعونها في مكان ظاهر ولا يشوه برضو منظر البيت، حتى يعني نحترم يعني لمسة أصحاب البيوت في بيوتهم، ولكن على الأقل في أماكن بالإمكان الوصول إليها في وقت الحاجة، في نفس الوقت بالإمكان رؤيتها. لا تتجاوز تكلفة أدوات السلامة نسبة 1% من إجمالي تكلفة البناء للفلة السكنية الواحدة. هديل القحطاني، الدمام. وإلى محافظة جدة، حيث سجل موسمها إقبالا من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات بالتزامن مع إجازة الطلاب والطالبات المطولة. استطاع الموسم من خلال التنوع في فعالياته وعروضه وتجاربه الحية منح مساحات كبيرة من الأنس والفرح بطابع مختلف، وقدم موسم جدة فرصا لتوظيف التجارب العالمية والثقافات المتنوعة لتحقيق عناصر التشويق والتفاعل مع الجمهور في جدة آرت وبروميناد، ومرورا بمنطقة جدة التاريخية وحديقة الأمير ماجد والمناطق الأخرى في جدة. تتواصل فعاليات معرض مسكن العقاري المقام في واجهة الرياض بمشاركة الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري، وكذلك المطورين العقاريين والجهات التمويلية ذات العلاقة بالشأن العقاري. وقدم المعرض في يومه الثاني الخيارات والعروض التمويلية من البنوك والجهات التمويلية، يهدف كذلك إلى توفير تجربة سكنية متكاملة للأسر السعودية بإتاحة آلاف المنتجات السكنية في الرياض لمختلف الجهات التمويلية وشركات قطاع التطوير العقاري بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية مختلفة. إلى ذلك، أكد برنامج الأراضي البيضاء أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام، إذ سجل نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها، مشيرا هذا البرنامج إلى أن المهلة النظامية لتسجيل الأراضي في المرحلة الثانية لمدينة الرياض تنتهي بعد 19 يوما. أوضح البرنامج كذلك أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية. أشار كذلك إلى قرب تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام. نتكلم عن 20 مليون مربع اللي تم رصدها، اللي نتوقع أنه إن شاء الله حتغير إن شاء الله، أو يعني تضيف معروض عقاري مميز في مدينة الرياض، اللي نتوقع أنه قد يصل إلى 150 ألف وحدة سكنية من خلال هذه الأراضي المطورة. أما من خلال دراساتنا الاقتصادية والعقارية اللي دائما ندرسها في مجموعة المدن ويتم رصد المدن بشكل مستمر، قد يكون من أبرز المؤشرات اللي يتم البرنامج أو يقوم البرنامج بدراستها بشكل دائم ومستمر هي معادلات العرض والطلب في المدن وأسعار العقار ونسب تملك المواطنين في هذه المدن. ولمسنا مؤخرا يمكن في مدينة جدة ومكة والدمام بعض الاحتياج اللي قد يوجه البوصلة لها في قادم الأيام لانطلاق المرحلة الثانية فيها بإذن الله. إلى جازان، حيث تطلق محافظة صبية مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 في جازان الأحد المقبل، ويستمر أسبوعا، وتحتضن صبية أكبر مزارع المانجو في المملكة. تشتهر منطقة جازان بزراعة المانجو، تحتضن أكثر من 1,000,000 شجرة تنتج 65 ألف طن، وتعد محافظة صبية من أكبر المحافظات
احتضانا لمزارع المانجو. أنا أتواجد الآن في أحد أكبر المزارع على مستوى المنطقة في محافظة صبية للمانجو، فكيف ينظر المزارع لأهمية هذه الشجرة والعناية بها والرعاية بهذه الشجرة ومحصولها؟ أحثيكم جميعا بأكبر مزرعة للمانجو في المملكة العربية السعودية، من مساحة لزراعة أكثر من 26 صنف متنوع من أصناف المانجو، لكن تعتبر محافظة صبية هي المحافظة الأولى بأكثر كمية إنتاج لثمرة المانجو وكذلك عددا للأشجار. تشتهر منطقة جازان بإنتاج 30 صنفا من المانجو، وتستعد محافظة صبية لإطلاق عرسها السنوي للاحتفاء بهذا المحصول، فما هي الجدوى الاقتصادية التي يستفيدها المزارع من خلف جنيه وعنايته بهذه الشجرة وبهذا المحصول؟ الجدوى الاقتصادية مربحة جدا. بعض المزارع أو المشاريع تصل أرباحها تفوق 500,000 ريال سنويا على حسب الخدمة، اختيار الباكج، اختيار المسوقين. هو اختيار الصحيح والفعلي لهذه الخدمات، إضافة إلى خدمة الشجرة نفسها. في حال إذا خدمت الشجرة أكثر، كل ما أعطتك إنتاج أكثر. تتعدد المحاصيل الزراعية في منطقة جازان، إذ تعتبر مصدرا من مصادر الأمن الغذائي للوطن. من أكبر مزرعة للمانجو في محافظة صبية، زاهر المالكي، جازان. وكان في نشرتنا: المملكة الأولى عالمياً في تصدير التمور بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال، والموانئ السعودية تواصل ريادتها عالمياً. وفي إنجاز سعودي جديد، 13 جائزة عالمية لطلاب وطالبات المملكة في آيتكس في ماليزيا. الجمارك تحبط محاولات 3 لتهريب أكثر من 18 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة. أيضاً تابعتم في نشرتنا: هاكاثون البيئة يتوج الفائزين بالابتكارات الذكية في المجال البيئي. وعند 12:30 من هذه الليلة إن شاء الله نشرة أخبار أخرى جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.